معايا فلفل حامي مفروم هيتحط في الشوربه، عندي توم مفروم برضو ني هيتحط في الشوربه، ده ملوش علاقه بالدقه بالطشه، وعندي شويه من اللورا البودر وشويه من المحبهان البودر. وعايزه اقول لكم على حاجه، ما فيهاش مشكله ابدا 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 لو ما عندكيش شوربه لحمه او فراخ، دي ميه من الحنفيه حطيت فيها مكعبين مرقه وطعمت الشوربه اكنها شوربه حاجه انا سلقاها. التوم والفلفل والبودر الحبهان وبودر اللورا اللي انا حطيتهم دول اكني مطعمه شوربه، والطشه بتاعتنا سمنه وتوم وكزبره. هي بتاعتنا ريحتها ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم اننا صايمين. هنحط كده الطشه بتاعتها دلوقتي حالا، حبه سمنه، تومه، كزبره بالشكل ده كده، مش عايزاها ما تحرقيهاش علشان ما تمررش معاكي الملوخيه، اللون بتاعها يبقى حلو بس مش محروق. بصي كده بالشكل ده كده، ويلا بينا نطش الملوخيه حالا حالا حالا. صايمين مش صايمين لازم والله مش قادره، ريحتها تجنن.